فيصل قاسم يتطاول على الجزائر، وإذا بالجزائريين على رأسهم حفيظ دراجي يصفعونه صفعا متتاليا. الدراجي رد عليه بكلمة معدودة ولكنها متوازنة ضاربة المعنى. الدراجي قال: المهم أننا لا نخون ولا نبيع وطننا ولا قضيتنا ولا شرفنا، ولا نفتخر بتدمير بلدنا لأجل إسقاط رئيسنا. وتبع قائلا: الجزائر لم تقل بأنها ستلم شمل العرب لأنه لن يلملم في ظل تفشي أنواع خطيرة من المخدرات والمهلوسات التي تفقد العقول، في إشارة إلى عقله، وتزايد حجم التطبيع مع كيان يسعى إلى منع عقد القمة العربية في الجزائر باستعمال عملائه، في إشارة إليه. كلام قالت عليه جريدة الخبر: خير الكلام ما قل ودل. فيما كان لنشطاء تويتر نصيب كبير من الصفع الجزائري، بحيث قال الناشط بالقاسم: دعم المتصهينين على حساب الجزائر لأنه من طينتهم، فكيف يمكن لإنسان عاقل أن ينتقد إثيوبيا الغارقة في الظلام لإنشاء سد تنير به 100 مليون إنسان؟ أم أمساجت فقصفت بالثقيل وقالت: فيصل قاسم يعتقد أن عملية التجميل وزرع الشعر ينقصني في العمر أو يغيران شخصيته من خائن إلى بطل. وفي محاولة للتدارك قام السوري قاسم بهجمة أخرى ولكنها ارتدت عليه كسابقتها، وقال: هل يمكن أن تكون عميلا لفرنسا ومناصرة لفلسطين؟ فأجابه الصحفي الجزائري عبد النار البارع: وهل يمكن أن تكون عميلا لبريطانيا وتدافع عن القضايا والشعوب العربية؟ الصفع توصل إلى غاية السعودية، بحيث قال آل صدرا سعود: حساب وهمي صحيح ولكنه قصف جميل. وقال أن المملكة المغربية لا تصلح لا للعلاج ولا للعلم ولا للثقافة ولا لأي شيء ينفع البشرية، تصلح لشيء واحد فقط: الجنس والمجون والفقر والضياع. كان هذا رد الجزائريين. سلام. للمزيد تابعوا جورناليست، الصحفي الذي ينطق حرف الراء غاء. إذا أعجبك الفيديو ما تنسى جرب أبوني وبارطاجي مع صحابك، وخلينا رأيك في التعليقات.